تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامجا تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نحن متواجدين معاكم عبر أرقام تواصل وحسابات في الإنستغرام بتخبركم عنها زميلتي في التقديم وزميلتي في الهيئة والمديرة الكبيرة في الهيئة دكتورة ندى الملة. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور والسرور محمود، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل من هذا الأسبوع الجميل. ما شاء الله كان بداية الأسبوع أمطار رحمة، فإن شاء الله نكمل الأسبوع بجو جميل، ونتمنى الجميع يكون جميعا في صحة وسعادة. أرقام التواصل 600-55-1414، رسائل النصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai وعلى أكاونت نور دبي. ونذكرهم بالتأمين ولا نتريى محمود؟ لا تريى، اليوم حلقتنا كلها عن التأمين الصحي. زين، لكن قبل هذا دكتورة بنشوف يعني بعض العناوين المهمة. أنت اليوم على الصبح جبت لنا شوكليت في الاستوديو. قلتي شو؟ قلت شو؟ من قرمش. من قرمش الشوكليت يوم الضيف يرمس. يعني حلقتنا اليوم طويلة تكون. زين، يقول لك في مفاجأة غير سارة لعشاق الشوكولاتة الساخنة. توصل باحثون بريطانيون إلى أن الشوكولاتة الساخنة تتضمن كمية كبيرة من الملح، وخرج العلماء بهذا الاستنتاج بعد اختبار بعض المواد الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، واتضح أن الشوكولاتة الساخنة قد تحتوي على نسبة كبيرة من الملح كماء البحر. خيب، يعني مالحة مثل ماء البحر وايد. المهم، صحيفة التلغراف البريطانية قالت إن على الشركات المنتجة للمواد الغذائية تقليص استخدام الملح في عملية الانتاج، لكن لا يلتزم الجميع بهذا الأمر. نشوفك تثاوبين دكتورة. أنا ما ثوب، والله ثوبت. أوكي، يعني كنت تتنفسين. تنفسي من صدمة من الدراسة. عبالي بيت رقاد وأنا أقرأ. وقام العلماء بتحليل 28 نوع من المواد الغذائية، حيث دلت نتائج التحليل على أن نسبة الملح في معظمها تفوق ما هو مسموح به، وكانت نسبته منخفضة قليلا في الخبز فقط، أما بقية الأغذية فما زالت نسبة الملح فيها عالية، حيث زادت في بعض أنواع الشوكولاتة الساخنة بمقدار 16 ضعف ما هو مسموح به. ولاحظ الخبراء أن الجرعة من الشوكولاتة الساخنة تؤثر على صحة الإنسان أسوأ مما يؤثر عليه كيس من رقائق البطاطس، يعني الشيبس. شكرا. فيما أثبت العلماء أن كميات كبيرة من الملح تلحق ضررا بجسم الإنسان لأنها تحتفظ بالسائل وتؤثر سلبا على عمل المفاصل. ولا تزال غالبية المستهلكين في بريطانيا وبلدان أخرى يستهلكون كميات كبيرة من الملح من خلال المواد الغذائية التي يشترونها، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويضر بالقلب والكلى والدماغ ويؤثر سلبا على صحتهم بشكل عام. أنا هني دكتور يعني اللي مبدأش مخي أن شوكولاتة وفيها ملح كيف؟ محمود، لا ترى قصدهم الشوكولت، الهوت شوكولت يسمونه، تعرفون هالبودرة اللي تنحط في الحليب تشربونه. فعلا لو تذوق طعمه محمود فيه ملوحة خفيفة، بس لأن لو تشوف كمية الملح المذكورة يعني تقول كم أضافوا له سكر عشان يغطي على طعم الملح، عشان شو يعطيك هذاك اللسعة مثل ما نقول. تعرف تشرب الهوت شوكولت تحس إنه في لسعة في نهاية الشرب، تحس كأنه في ملوحة كأنه في مرارة، هذه من إضافة الملح. بس أنا
ما توقعت كمية الملح صراحة كبيرة لهالدرجة. كنت عارف ينضاف له ملح. ترى محمود بشكل عام الملح ترى يدخل في كل شيء، في الكيك، في الحلويات، كل شيء موجود فيه نسبة من الملح، لأن شيء يقول لك إضافة القليل من الملح يعزز النكهات الأخرى، ولكن هالنسبة صراحة جدا كبيرة. يا جماعة أفضل طريقة للحصول على كوب من الشوكولاتة الساخنة الصحي هو أنك تأخذ الكاكاو الخام، الشوكولاتة الخام اللي تنباع اللي مكتوب فيها 70% فما أكثر كاكاو. ليش؟ لأن يكون كمية الدهون فيها أقل، يكون المنتج الطبيعي للكاكاو أكثر. حطوه في كوب وحطوا عليه حليب ساخن وذوبوه، لا تأخذون البودرات لأن تشوفوا كمية الملح اللي فيها جدا عالية. طيب ناخذ يعني بعيد عن الملح، نتكلم عن السوشيال ميديا. السكر أسمى، صباحك ورد يا أسمى. صباح النور، أنت السكر الصراحة. بيفتي شو رسالتنا الصباحية لليوم؟ اليوم رسالتنا هي النجاح ليس فقط في الوصول إلى هدفك، ولكنه في مسيرتك نحو هذا العمل وفي جودة العمل الذي قمت به. دكتور، في وايد ناس يعني بس هدفهم أنا بوصل لهدف بس ما يستمتعون، يعني شو الفايدة أنت وصلت لكن كسرت ميادي في الناس اللي حولك. صحيح. وصلت لكن كل الناس تكرهك، وصلت لكن تسيبك ما كان حلو مع اللي حولك. صحيح. وصلت وانت مش مستانس، ما بتحس بقيمة الإنجاز اللي انت حققته. فهو غير هذا يوصلون بس بدون جودة، يعني أنا وصلت المكان بس يعني كسرتهم الشوارع. صحيح. اكزامبل. غير هذا نبغى نذكر الجميع أن اليوم نختتم فعاليات شهر القراءة في مكتبة عاشز الطبية، وإن شاء الله بيكون في كثير مبادرات اللي راح تطلعها لجنة القراءة في القريب العاجل. ممتاز. والقراءة للسعادة أنا صراحة زرت المكان جدا ممتع وايد جميل وفي كتب قيمة، فأي حد مهتم بالقراءة روح اليوم للساعة 6 المغرب، صح أسماء؟ لأن 6 يكونوا موجودين. هي لين ساعة. وفي شيء وايد مميز إن الرسمة اللي موجودة اللي هي تلخص كتاب تأملات في السعادة الإيجابية كامل في لوحة واحدة، وهي من عمل أحد موظفات هيئة الصحة ما شاء الله عليها، فنانة. ممتاز والله، نحييها ويبان نستضيفها مرة محمود نشوف الإبداعات اللي عندها. شاكرين لك يا أسماء ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. نستضيف أحد قالك برنامج فني هذا؟ إحنا برنامجنا مال كل شيء، مو صحة وسعادة، الفن جزء من السعادة. يا سلام عليك دكتورة. طيب نأخذ بس بعض الرسائل السريعة دكتورة. أنا ولا شيء، أول شيء من الصح باور، ما مشروب شو اسمه؟ مشروب طاقة؟ هي. لا مو زين يا جماعة، ما علي. في واحد من كثير من عندنا عادات غير صحيحة، ما بقول خاطئة، غير صحيحة وغير صحية. ابتدوا اليوم أول ما تنشون الصح بكوب من الماي، بعد نص ساعة تناولوا وجبة الإفطار إذا استطعتم، بس بليز ما نبغى جيجارة ومشروبات طاقة أول الصبح لأنه جدا مضر للمعدة وللكلى. ترى الجيجارة هي السيجارة. السيجارة التدخين. زين تثاوب كله من هند. منو هند دكتور؟ منو هند؟ ما أدري، ما أعرف منو هند. السكر ضار وليس الملح، طبعا أقصد ملح بحري أو صخري. لا، هم لما ذكروا أنه مالح يعني قالوا درجة الملوحة كملح كماء البحر، يعني مالح مثل ملوحة ماء البحر. ابتعدوا يعني عن حلويات، عن الحلويات والسكريات. محمود ملح الحياة. يا سلام. يا سلام، هذا الحين ما أدري شيء يعني زين. زين يعني زين زين، حد يقدر يعيش من غير ملح؟ لا، عيسى يقول شيء مو بزين هذا. لا شيء زين. السكر مو زين، أنا ممكن تعيش من غير سكر، كل شيء كل شيء يزيد عن حده يسبب الأمراض. صحيح. وحتى الملح يسبب الضغط. صحيح. عرفت إنه مو بزين يا محمود. محمود يسبب الضغط. صرنا مع الراديو يعني ما نسمع المكالمات. صحيح إن شاء الله دكتور العامري، أنا جزء من السعادة يا أخي إن شاء الله دائما. سكر الحياة أختي الدكتورة ندى. شكرا. أنتوا السكر والله لما توصلنا مسجاتكم والله. إنزين سؤال، اللبس الحراري الأمريكي هل يساعد في تخفيف الكرش؟ ما شاء الله مبعين عليك يعني. خط عود. أوكي تفضل يا سلام. ترى اللبس الحراري الأمريكي قسم المشد، في مشدات الحين وايد تنباع لها أسماء مختلفة، في أمريكي يقولوا كولومبي مختلف، بس يسوي حرارة لما تلبسه. هل يساعد في تخفيف الكرش؟ هل عليه دراسة؟ لا ليس عليه دراسة، هذه من ضمن الإعلان عنه أنه يساعد في تخفيف البطن لأنه يسوي تعرق. ويا جماعة لو إحنا نفكر فيها منطقيا، ترى هالمشدات لاحظ اللي يبيع لك إياه دائما يقول لك اخذ مقاس شوية أصغر عنك، لازم يكون وايد ضاغط على بطنك فيخليك تفقد الكرش ويقلل كمية الأكل. طبيعي تخيل عمرك تراس عمرك طول اليوم ومطلوب تلبسه 8 ساعات محمود في اليوم، 8 ساعات وانت راس عمرك بهال
يعني شاد بطنك شافطنا يعني بطريقة ممتازة، فطبيعي بيخف الكرش شوي. بس هل رح يزول الكرش؟ لا، يخف الكرش قليلا ممكن، بس ما علي ما عندي دراسة تقول هي ولا لا، بس يساعد في تقليل الأكل نعم، لأن تحس أن بطنك دائما على داخل فما تأكل بنفس الكمية. طيب نحن متواصلين معاكم مستمعين على 600551414 و4006، وأيضا لايف على حساب نور دبي في الانستغرام وحساب هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA_Dubai. بعد الفاصل معانا اللي شفتوه الحين اللي يشوفونه البطل الحين. الدكتور حيدر الدكتور حيدر اليوسف بيكون معانا حلقتنا عن التأمين الصحي، ففاصل وراجعين. صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. ليش عيسى أنت ما سمعتي إيش قال؟ عصب علي. أوكي. والله قال لي إن شاء الله إن شاء الله في ناس متابعين يتابعون هني بعد على الانستغرام، يحليلهم نرد عليهم في أسئلة في صحيح. سؤال وجواب وكذا. عموما دكتورة هلا شو عندنا؟ قولي. عندنا حلقة مهمة جدا جدا تتماشى مع العد التنازلي لنهاية مهلة تمديد التأمين. طبعا أيام قليلة معدودة تفصلنا عن يوم الأول من أبريل، وهو اليوم المقرر لبدء تطبيق المخالفات على المتأخرين على الانضمام لمظلة التأمين الصحي في دبي. هل هناك فرصة حقيقية أم ستشهد الأيام القليلة المتبقية ضغوطا على شركات التأمين لشراء الباقات قبل انقضاء المهلة؟ وماذا بعد هذا التاريخ؟ وشو عن المخالفات ومن سيتم مخالفته؟ وكل هالمعلومات اللي أنتوا تتريون تسمعون أجوبتها سوف نناقشها إن شاء الله مع الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي الموجود معنا في الاستوديو. صبحك الله بالخير دكتور. الله بالنور والسرور، يا مرحبا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. بداية نهاية المهلة تاريخ 31/3 يعني السبت القادم. نعم. أول يوم للمخالفات. صحيح. شو ماذا بعد هذا التاريخ؟ والله نتمنى بعد هذا التاريخ أن يكون جميع المقيمين في إمارة دبي مشمولين بالضمان الصحي، ونحن ما نحتاج أن أي حد يتعرض للمخالفة سواء عن موظفينه أو عن مكفولينه إن شاء الله تعالى، وإحنا ماشيين باتجاه الهدف هذا، لكن في مجموعة صغيرة بعد شوي باجي. كم يعني كم وصلت تخطيط احنا التأمين؟ احنا عدينا 4.3 مليون شخص مؤمن عليه في إمارة دبي، يمكن مثل ما ذكرنا اليوم كان في كذلك من خلال أحد اللقاءات، العدد اليومي يتغير بشكل كبير، يعني ما نقدر نقول هل التارجت والله مثلا 4.4 هل هو 4، يعني تعرفين هاي الرقم صحيح. لأن لما تتكلمين عن 4 مليون شخص الأعداد هاي تتغير بشكل يومي بصيغة كبيرة صحيح. فإحنا يعني في حدود 99% من سكان الإمارة مغطائين، بس 1% من 4 مليون لا يزال عدد كبير، في عدة صحيح. آلاف من الأشخاص بعدهم ما حصلوا على التأمين الصحي، مثل ما شفنا يمكن في الديدلاين اللي طاف في آخر أيام كان في ضغط كبير على شركات التأمين. نشوف الضغط بدأ يتصاعد شوية، فنتمنى من الجميع أنهم ما يتركون الموضوع لآخر لحظة، وأن على طول يتوجه ويبدأ الالتزام بالضمان الصحي، سواء كان بالنسبة لأفراد أسرته، بالنسبة للعمالة المنزلية، بالنسبة للموظفين اللي عنده في الشركة. وفي عندنا اليوم تول وايد سهل بالنسبة لهم، بيسهل عليهم عملية الحصول على التأمين الصحي فورا مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للضمان الصحي اللي هو isad.ae. مجرد ما يدخل على الموقع هذا بيكون فيه جدول. الجدول هذا يذكر أسامي الشركات الـ12 المشاركة في الباقة الأساسية، بيحط تفاصيل أسعار الباقات بالنسبة للشركات هاي، يعني كل شركة كم الباقة، وفي لينك إلى المنافع الموجودة في كل باقة، يعني يقدر على طول يدخل على اللينكس ويتشيك المنافع ويختار الباقة اللي تناسبه. وفي لينك ثاني يدخل على الأونلاين بورتال للشركة يشتري التأمين وهو يالس. ممتاز. فيعني حياته كلها سهلنا لإياها في خلال يعني 10 دقائق يقدر يخلص أموره وهو يالس في بيتهم من غير ما يطلع من غير ما يسوي أي شيء، وتتفعل بطاقة الهوية مباشرة إن شاء الله تعالى في خلال 3 أيام عمل، ويبدأ يستفيد هو أو أفراد أسرته من التأمين الصحي. ممتاز. يعني ما يحتاج يروحون أي ما يحتاج يسوي أي مواقع للتأمين كلها. نعم كله عن طريق موقع الهيئة، وفي لينكات لكل مواقع الشركات بأسعار الباقات المختلفة، في باقة فئة العمالة وفي الفئات العمرية المختلفة لأفراد الأسرة، باقة كبار السن، كل الباقات موجودة بأسعارها، يعني هو يقدر يقارن الأسعار من خلال الجدول هذا، وبعدين مثلا يختار شركة أو شركتين اللي أنسب له
ويدخل على مواقعهم وعلى طول يباشر عملية الحصول على الباقة. ممتاز. عمل تأمين صحي للوالدة لكن خبروني ما يغطي أدوية الضغط والسكر إلا بعد مرور 6 أشهر من البطاقة اللي مدتها سنة، علما تم استلام البطاقة بشكل متأخر من شركة التأمين. طبعا ذكرنا النقطة هاي كذا مرة اللي هي فترة الانتظار لأول باقة التأمين. بعد التجديد خلاص ما راح يكون عنده فترة انتظار، يعني هاي بالنسبة للأشخاص اللي يدخلون تحت مظلة التأمين لأول مرة في عندهم فترة انتظار مدة 6 شهور. عملية التأخير كان في بعض الشركات حصل معها بعض التأخير، لكن لا يزال الشخص مغطى في الفترة هاي، يعني عنده في خلال 3 أيام عمل أي احتياج صحي للشخص حتى لو استلم البطاقة متأخر في الفترة السابقة على استلام البطاقة التزم فيها الشركة بشكل كامل، وإذا في أي عدم التزام رجاء يتواصل معنا من خلال النظام الشكاوي. السلام عليكم زميل الحبيب محمود والزميل الكريم الدكتور الندى بالتوفيق، هذا أحمد الكتبي، أحمد صديقنا وحبيبنا وزميلنا في الإذاعة. زين، وهو اللي يابلنا هذا الواير، إذا شوفونا هذا الواير ما له هو أحمد، هذا وايرك في الأمن في الحفظ والصون. المشكلة ساعات يشتغل ساعات ما يشتغل. المهم اللي إقامته في أبوظبي الشركات اللي بدبي عادي يسوي عندها الضمان ولا لا؟ هو إذا شخص إقامته من أبوظبي هو ملتزم قانون ضمان صحي في إمارة أبوظبي، فهو ملزم أن يكون عنده تأمين متوافق مع إمارة أبوظبي. فأتوقع إذا ما كان عنده تأمين من متوافق مع إمارة أبوظبي ممكن أن يعرض نفسه للغرامة في أبوظبي. وبالتالي طبعا التأمين هذا مقبول في مستشفيات وعيادات إمارة دبي كذلك، وما في خلاف، المهم أن يكون عنده تأمين. يعني إذا أخذ تأمين من أي شركة في دبي تمشي في عادي تمشي، يعني يتأكد أنه يمشي في أبوظبي. في اختلاف طفيفة في الباقة الأساسية بين دبي وبضبي فيتأكد أنه مقبول. لا بس هو هل عليه مخالفات إذا يعني مع اللي هو أصلا دام إقامة صادرة من إمارة بضبي فهو بالنسبة لنا ما عليه مخالفات حتى لو هو عايش في إمارة، لأن عملية ضمان وجود التأمين الصحي في الحالة هاي صحيح. مع إمارة بضبي. بضبي بعده ما قاموا لا موجود الناس. من قبلنا عندهم يعني أنزل بس عليها مخالفات إذا ما كان عنده تأمين عليه مخالفات. أوكي طيب ليش 3 أيام عمل دكتور؟ يعني هاي الفترة القصوى اللي نسمح من خلالها لتفعيل البطاقة. الغالبية من الشركات الحين في خلال 24 ساعة يفعل هذا. عادة الخطوة الوحيدة اللي تتطلب تدخل آدمي يعني من الشركة هو أنهم ينظرون للوثائق ويتأكدون من صحة الوثائق، لأن في عملية الاشتراك بيكون في أبلود لوثائق التأمين اللي هي صورة الجواز صورة الهوية وهوية الكفيل. فبس مجرد أن الشركات حد ينظر للوثائق هاي ويتأكد من صحتها ويصير في authentication، يصير في مثل من خلال الربط مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب نبعث لهم البيانات هاي ويأكدون على صحة البيانات من خلال نظامهم، لأن أحيانا مثلا ممكن يصير في خطأ في طريقة إدخال رقم الجواز أو بعض البيانات. يعني أحيانا الناس اللي جوازهم في حرف وبعدين أرقام ممكن يدخل مثلا الحرف شرطة رقم أو الحرف فراغ رقم أو الحرف مباشرة رقم، فحتى هاي البيانات الصغيرة نتأكد 100% من المطابقة مع نظام الإقامة وشؤون الأجانب بحيث أن الشخص ما يتعرض للمخالفة. ممتاز. البرنامج من زمان بادي يعني نص ساعة بدينا تقريبا. زين دكتورة نذكر بأرقام التواصل معنا للاتصال على 600-551-414 وللرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai وأكاونت نور دبي. إنزين دكتور حيدة ليه ما يجينا سؤال؟ نعم. بس نذكر الناس بأهمية التأمين الصحي معنا وايد. طبعاً اليوم التأمين الصحي هو مثل ما قلنا ثقافة مهمة جداً بالنسبة لمجتمعنا. التأمين الصحي حماية للفرد وحماية للكفيل من الكثير من المخاطر الصحية المستقبلية. حاجة الجميع للصحة واضحة، يعني اليوم ممكن حتى مثلاً تأمين السيارة الواحد يقول أنا يعني صار لي 30 سنة ما دعمت، لكن احتياجنا للصحة هو احتياج عام، كل حد يحتاج إنه يذهب للطبيب في وقت من الأوقات. كان في بعض الناس قبل يقول لك أوكي يوم بتعب ولا يوم الياهل بيمرض بودي صيدلية باخذ الأدوية من الصيدلية وخلاص بمشي حالي يعني، لكن ما أعتقد أن حد يرضى الأطفال أن ما يتلقون العلاج الصحيح. الطبيب بالتأكيد هو الأقدر على وصف العلاج الصحيح بالنسبة لهم. كذلك في حالات لا سمح الله ممكن تكون أكبر في عمليات جراحية يحتاج فيها الشخص إلى علاج طبي إلى تدخل طبي عاجل قد يكون مكلف. يعني شفنا عائلات دخل محدود، ممكن العائلة هاي تنتهي نتيجة ضغط مالي مفاجئ عليها أن أحد الأطفال فجأة مثلا يحتاج، وشفنا الحالة في أسرة مقيمة.
أحد الأطفال احتاج إلى عملية للدودة الزايدة والأم اضطرت أنها تستلف وتكتب على نفسها تشيكات وهي راتبها كله أصلاً كان حوالي 3000 درهم فيضع العائلة في عوز شديد وفي وضع صحيح. صعب. بالتأكيد حماية العائلة هاي بمبلغ متواضع بالتأكيد لفوائد كبيرة. كذلك احنا توجهنا اليوم في منظمة الضمان الصحي في إمارة دبي إلى أن احنا نتجه ناحية الوقاية يعني باقات التأمين حتى الباقات الأساسية اليوم تغطي غالبية أو الاحتياجات العلاجية للأفراد. بدينا كذلك نغطي احتياجات الكشف المبكر عن الأمراض وردي الكشف المبكر عن السكري وأمراض القلب مشمولة في الباقة الأساسية وياسين نتوجه مع تطور منظومة الضمان الصحي إلى شمول جميع فحوصات الكشف المبكر للأمراض من خلال الباقة الأساسية يعني حتى أنت إذا عندك الباقة اللي هي أبسط باقة تقدر تكشف مبكرا إذا كان في أي لا سمح الله اختطار بالنسبة لأمراض معينة لأنواع من السرطان لا سمح الله إلى أمراض معينة إلى جميع النوعية المشاكل الطبية اللي ممكن تواجه الشخص في حياته راح يكون في إطار منظم للكشف المبكر عن الأمور هاي لأن نكون والهدف أن نكون مجتمع أكثر صحة وأكثر سعادة بجميع طبقاته برغم اختلاف دخل الفئات كلها الجميع يكون محمي والجميع يكون يفضل يحصل على أفضل الخدمات الصحية في الإمارة إن شاء الله. ممتاز. في عندنا رسالة من أبو أحمد يقول السلام عليكم في حال هناك خطأ في إدخال رقم الهوية من قبل شركة التأمين فليكون هناك غرامات وكيف يتم التعديل؟ لا لا لا. أي أخطاء إحنا مسؤولين عن متابعة مع شركة التأمين في فريق من هيئة الصحة راح يكون كذلك متواجد مع فريق الإقامة وشؤون الأجانب للتأكد من جميع الحالات. الحالة الوحيدة اللي راح يكون فيها غرامة هي في حالة فعلا عدم وجود تأمين صحي غير كذا كل الأمور هاي في فريق راح يكون موجود في فترة الجو لايف وفي فترة التفعيل الغرامات وبيتأكد 100% أن ما في غرامة تطبق إلا على شخص فعلا غير قادم. طيب يا جماعة خير اللي معانا على حساباتنا في انستغرام سواء نور دبي ولا DHA_دبي أو حساب هيئة الصحة من دبي على انستغرام يا جماعة اسألوا لا تستأذنون ممكن نسأل لا اسألوا اطرحوا السؤال على طول. عموما في شغلة يقول أنا عندي تأمين أبو ظبي وتأمين دبي هذه مسألة نبغى نتكلم عنها دكتور. ما في من حيث المبدأ ما في شيء يمنع الشخص أن يكون عنده أكثر من تأمين أو ما يسمى بعملية التوب أب أو الباقة الإضافية يعني ممكن مثلا صاحب العمل أو برنامج التأمين الحكومي يوفر لك مجموعة من الخدمات وبعدين أنت من خلال صاحب العمل أو من خلالك أنت شخصيا تشتري باقة أعلى تضيف لك خدمات إضافية أخرى وهذا شيء متعارف عليه عالميا وما في أي خلاف. الاستثناء الوحيد للموضوع هذا هو وجود أكثر من باقة تأمين مدفوعة من نفس الجهة يعني صحيح. اليوم في حكومة دبي مثلا ما تقدر يكون أن يكون عندك برنامج عناية وسعادة في نفس الوقت لأن صحيح. البرنامجين مدفوعين من حكومة دبي فعملية الدوبليكيشن أو الازدواجية في الباقة اللي هي في النهاية تدفع من الطرفين من حكومة دبي غير جائزة لكن لو عندك أنت سعادة وتبغى تشتري مثلا توب أب باقة تعطيك العلاج خارج الدولة تعطيك تغطية إضافية تعطيك بعض الأمور الأخرى اللي مش موجودة في بعض باقات توب أب ممكن تغطي لك نسبة المشاركة صحيح يعني تغطي لك 10% من خلال باقة التوب أب هذه بعد اختيارات موجودة ومتوفرة يعني. جميل. قبل أن نطلع فاصل بس ربي يطول عمركم أنا أمنت على الأولاد لكن قالوا لي لا يوجد بطاقة وأن التأمين مربوط بالهوية صحيح. هذا صحيح؟ صحيح, صحيح. نعم. فاصل وراجع لكن ممكن أن هي طلب بطاقة التأمين من الشركة له حاب إذا هو مش حاب من خلال بطاقة الهوية أوردي مفعلة يعني هم الناس يحبون يأخذون البطاقة يحبون البطايق يقدر يطلب من حقه أنه يطلب بطاقة له حاب لكن هي مفعلة على الهوية تكون أنا صار لي سنتين ما شفت هاي بطاقة التأمين زي خلاص كلها على كل علوي فاصل صحيح. فاصل وراجعين لكم إن شاء الله بعد الفاصل. صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. تركي الموبايل يا أختي الدكتورة ندى ترك الموبايل ركزي معنا دكتورة ركزي دكتور كانت في مجموعة أسئلة ليه مدة التأمين ما تكون نفس مدة الإقامة بدل ما هي سنوية حالية الأوبشن هذا موجود طبعا في مجموعة من الشركات تقدم باقة السنتين أو باقة تكون محسوبة إلى نهاية فترة الإقامة وهذا اختيار متوفر للأفراد وإحنا نشجع الحقيقة على الحصول على الاختيار هذا حسب أنه وايدين فترة تجديد تذكر ما تذكر مش عارف شوف بيوفر عليهم تعب كثير فالاختيار هذا موجود عند مجموعة من شركات التأمين
ضروري وجود التأمين الصحي، لأن ولدي انولد قبل موعده بثلاث شهور وبتكاليف الحضانة الخدج وايد صح، وما حصلنا تحويل لمستشفى حكومي. صحيح. تكاليف صح الحضانة جدا مكلفة، أعتقد في اليوم 1500 و 2050 في الحدود أتوقع. صح. غالية. نعم. فلو تكون هل تأمين يغطي الحضانات الخاصة دكتور حيدر؟ نعم يغطي أي حالة طارئة بالنسبة للأم أو الجنين مغطاة بالتأمين بشكل كامل، والغالبية العظمى من الأسباب اللي تسبب ولادة الطفل بشكل مبكر وحاجته إلى الحضانة كذلك مغطاة. ممتاز. طيب ناخذ مداخلة من أبو حمدان. صباحك الله بالخير أبو حمدان. والنور والعافية. الله يسلمكم، يعطيكم الصحة والعافية الأستاذ الكرام. الله يطول بعمركم. الله يعافيك. تفضل دكتور. طال عمرك أنا بغيت أعرف إذا شخص نازل ترانزيت على الدولة وما عنده تأمين صحي كشخص عبر الدولة الثانية، وصارت لي حالة طارئة في الدولة ومثلا مرض القلب، هل التأمين يغطي ولا شو الحالة اللي يستوجب انه يسوي فيها ودخل المستشفى؟ طبعا في الوقت الحالي عندنا جميع الحالات الطارئة بالنسبة للزوار القادمين إلى إمارة دبي مجانية. تعالج في الحكومة، وإن شاء الله على نهاية السنة راح يكون في باقة تأمينية للحالات الطارئة بالنسبة للزوار، راح تكون مدرجة من ضمن رسوم الزيارة الاعتيادية، بتكون متوفرة للجميع إن شاء الله تعالى، كذلك تغطيهم لحالات الطارئة مش فقط القلب، لأي حالة طارئة يحتاج لها الشخص من ناحية العلاج. طال عمرك الله حق، أنا حاليا جيت من المستشفى وزرت مريض، والمريض هذا زميلي والحمد لله ما في له صحة والعافية، بس كان في مندوب يكلم شخص من جنسية الأسيوية وهو مريض والشاهد أنه كان الواقع قدامي فما عنده أي تأمين. صحيح. فيقول كان يخاطب الدولة الثانية، دولة شقيقة الثانية، تقريبا نتكنسل أو نرجع البلدة. حاليا هو في العناية أو طلعوا من غرفة العناية وجالس في المستشفى. نعم. بس هو العلاج الطارئ تلقاه يعني في المستشفى اوريدي وتم الاستقرار الحالة. هو في حالة العلاج الطارئ طبعا يعني هو يجب ان يتلقى العلاج الطارئ، عادة يتلقاه في المستشفيات الحكومية. وعند استقرار الحالة طبعا تبدأ ترتيبات اعادته الى موطنه، وهذا الاجراء الطبيعي. السلام يا حمدان. شكرا. الله يقويك. شكرا. شكرا. دكتور في عندنا بعض المداخلات على السريع، لكن واحدة من المداخلات تقول ما أعرف شو أسر، عندنا تأمين وعندنا بطائق صحية والحياة حلوة. الحمد لله. اللي كانت تسأل عن الخدج تقول كلفنا 270,000. نعم. زين. السلام عليكم من الفجيرة، الله يعطيكم العافية، مشكورين. دكتور أقري هالمسج من عند أم ريم، تقول أمنت على الخدم ولما ودتها العيادة طلع لا ما يوفرون هالعلاج، فقط مع العيادات اللي محددينها التأمين. صحيح. وبعيدة عن السكن، في إمكانية تغيير العيادة حيث تكون أقرب وما مطلوب. إذا ما في عيادة قريبة على السكن تتواصل معنا ونلزم شركة التأمين أن يكون في عيادة قريبة على السكن. هي الحقيقة إحنا ننظر إلى التوزيع الجغرافي للعيادات لكل شركة تأمين ونتأكد أنها متواجدة في جميع المناطق السكنية في إمارة دبي وكذلك في باقي الإمارات. فإذا هي في منطقة فعلا ما فيها تغطية من الشركة تتواصل معنا من خلال نظام الشكاوي، وعلى طول بنطلب من شركة التأمين تفعل لها عيادة حذال بيت. قبل نذكرهم بالنظام دكتور، يعني أرقام التواصل معنا 600551414 أو على الرسالة النصية 4006. حلقتنا موجود معانا الدكتور حيدر اليوسف، وباقي على آخر موعد للتأمين الصحي كم يوم دكتور؟ خلاص أربعة أيام. يعني اللي ما أمن بعدين يحط نفسه في طائلة الغرامة يعني، وإحنا ما نبى حد يتغرم، نبى الجميع إن شاء الله تعالى يكون متأمن ومحمي. بس بنذكر الأخت بموقع التواصل مع الهيئة بالنسبة لأي شيء متعلق بالضمان الصحي، إذا دخلت للموقع الإلكتروني للضمان الصحي في إمارة دبي اللي هو isad.eisahd.ae، في التول بار فوق في عندها شيء اسمه النظام الإلكتروني للمتعاملين، اتصل بنا، أو ممكن مباشرة على جوجل تدور على iPromise, IPROMES، كذلك ياخذها لنفس الصفحة اللي هو النظام الإلكتروني لخدمة المتعاملين بالضمان الصحي في إمارة دبي. وإذا في أي شكاوي متعلقة بالضمان الصحي احنا مستعدين لاستقبالها والتعامل معها بشكل مباشر إن شاء الله. كم الغرامة لعدم إصدار التأمين؟ 500 درهم للشخص في الشهر، يعني كل شهر 500 درهم كل شهر 500 درهم. انت نعم. عندك شركة مثلا فيها تقريبا 15 عامل ما أمنت نعم. ولا واحد فيهم، يعني نفس قيمة التأمين تقريبا، لأن اليوم الباقات تبدأ من 550. صحيح. فما لازم يكون في أي سبب يمنع
الشركة من هنا. حتى أخوي محمود توصلنا أحيانا بعض الاستفسارات بالنسبة مثلا لشركات عندهم مشكلة معينة، يعني عنده مثلا متأخر في تجديد الرخصة، متأخر في شيء معين، عليه عنده إشكالية معينة مع إحدى الجهات الحكومية، ما في شيء يمنع أنه يحصل على التأمين، لأن التأمين صحيح. حماية الأفراد. فمثلا مش لازم أنه يمكن هو متأخر مثلا في يعني تجديد الرخصة، يعني من طلبات أن الرخصة تكون سارية ولا مش سارية، يعني ولا هو بالتأكيد يفضل أن معلومات تكون كلها صحيحة وكاملة، لكن لا ما في أي مانع يمنعه من حصوله على التأمين. ممتاز. طيب في سؤال يقول نحن حاولنا نطلع له سعادة، هذا على البيبي اللي نولد دكتور زين، فيقولون حاولنا نطلع على سعادة لكن ما يصير لأن خرصة القيد من إمارة الشارجة. صحيح للأسف. ليش للأسف؟ لأن هنالك منظومة تأمينية في كل إمارة. صحيح. وفي يعني المنظومة الاتحادية كذلك قيد الإعداد إن شاء الله تعالى، وفي تعاون مع الإخوان في كذلك في. لكن كمواطن يتعالج في. طبعاً المستشفيات الحكومية توفر للعلاج بشكل كامل، ومن من من خلال الدستور يعني حق العلاج مكفول للمواطن في المستشفيات الحكومية. التأمين اللي حق الخدم لازم يكون في عيادات حكومية ويستوي نستخدمه حتى. هو اصلا العلاج غير الطارئ بالنسبه لباقه الخدم يكون في العيادات الخاصه، وفي شبكه محدده من العيادات الخاصه تغطي الفئه هاي او فئه الدخل المحدود، ومن ثم في حاله الطوارئ يمكن الذهاب الى المستشفيات الحكوميه مباشره. طيب السلام عليكم من البحرين. وعليكم السلام من الامارات. دكتور حيدر السلام عليك، هل سلام. بكره راح تكون متواجد في المكتب في الممزر؟ موجود. ومن الساعه كم لين الساعه كم؟ احنا عرفت مكان ممكن مكتبه. ممكن يتواصلون مع المكتب اذا كان في حاجه لموعد، او الفريق هناك ما راح يقصر معاهم. احنا باكر عندنا ورشه عمل حقيقه مع الاخوان في الاقامه وشؤون الاجانب بخصوص الاعداد للبدء في الغرامات وكذا، لكن اكيد الشباب في المكتب ما راح يقصرون ان شاء الله تعالى. الورقه 4 لا توجد عياده حكوميه. كيف احنا عيادتنا موجوده في الورقه محمود؟ اي ما شايف الورقه. في عيادتها الصحه ما في الورقه. ند الحمر في المزهر وند الحمر والخوانيج. زين هذه خوانيج اظن عيادة خوانيج قريب عليها كل هذا 4-5 سنه ان شاء الله بيفتحوا لكم وحده في الورقه. نعم افتحوا لهم وحده في الورقه فالك. طيب ان شاء الله. انزين توقيع من خلينا ناخذ اتصال دكتور، وعندي مجموعه اسئله بعد كذلك. تفضل. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. هلا اخوي تفضل. كيف الحال أختي؟ الحمد لله الله يسلمك. أختي في ابني مأمن بشركة، أنا عندي شركة رحت أمس أمنت لهم للعمال الشركة عندي. بدي أمن ابني على شركة أنا، قالوا لا لازم نفس الكفيل اللي أمن له الشركة اللي هو فيها. لا مش شرط، ممكن تأمن عند أي شركة، وإذا رفضوا يا رجاء أنت بس تبلغنا بالبيانات وإحنا ما نتأكد منهم. لا ممكن تأمن حتى لو حاب تأمن للولد عن شركة أخرى ما في أي مشكلة. أنا ابني كفاته على شركة أنا وأنا عندي شركة. نعم. رحت أمس بدي أمن له، هو مأمن بالشركة ذيك، قال زوجته لازم تأمن على نفس اللي هو مأمن فيها. يعني أنت تبى تأخذ لباقة من عندك مختلفة عن الباقة اللي هو عنده من شركته؟ ما في أي. عن الباقة اللي هناك. إيه ما في أي مانع سمع. يعني أنا مستغرب. إيه. بس لو تعطينا البيانات تحت الهواء وإحنا بنشوف لك الموضوع إن شاء الله تعالى. حطي لي رقم ميثة. شكرا لك. شكرا. رقمي عند الأخت. ما إن شاء الله. حاضرين. دكتور. على السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قرينا دكتورة؟ لا هذا ما قرينا. السلام عليكم. أنا طحت ورحت العيادة والدكتور طلب علاج طبيعي من أول مارس والتأمين رفض، واشتكيت ولا حد رد علي. الحين ما نعطيك الرقم دكتور. خلنا نتواصل معه بعد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل شو دكتورة؟ من الممكن أن أؤمن على أطفالي إذا شركتي لم تؤمن لي حتى الآن، مع العلم أن زوجتي مؤمن عليها من خلال عملها. شكرا لكم. رب العمل أو صاحب العمل مش مسؤول عن أفراد الأسرة، هو الالتزام القانوني الموظف فقط. الالتزام على الموظف أو اللي هو الكفيل بالنسبة للأسرة توفير التأمين لأسرته، وبالتالي يجب عليه الحصول على التأمين للأطفال. صاحب العمل أنه يكسب. بالعكس احنا نشجع طبعا، ونسبة كبيرة جدا من أصحاب العمل يغطون الأفراد الأسرة. يمكن نشوف التغطية أقل في الشركة الصغيرة اللي فيها كم من موظف. على طاري الشركات الصغيرة يقول شركتي فيها موظف واحد. صحيح. هل يمكن التأمين من خلال الباقات الأساسية؟ نعم. عدد من الشركات طلبوا أن علي على الأقل موظفين 2. كم راتبه؟ لا ما يحق لأي شركة تأمين رفض توفير التأمين الصحي إذا كان راتبه أقل من 4000. يجب عليهم توفيره بسعر الباقة الأساسية. إذا كان أكثر من 4000 فبالباقات الأخرى اللي يمكن اختلاف بسيط في السعر. العمر أكثر من 60 سنة، ليش سعر 10000؟
والله طبعا يعتمد على المزايا اللي هو حاب ياخذها، لكن باقات كبار السن او باقات خلينا نقول فئه اللي تزيد عمرها عن 60 سنه تبدا من 2500 درهم بالنسبه للباقه الاساسيه، وبعدين اذا هو حاب يضيف مزايا اضافيه حسب المزايا اللي هو حاب يضيفها ممكن تكون في اسعار مختلفه من الشركات المختلفه. هذا اللي بيمرك المكتب ان شاء الله يقول انا كلمتك عن ام زوجتي من اسبوع ان شاء الله الامور تمام. إيه ناخذ البيانات ما اذكر لكن بيتواصل كيف نعرف هالباقة تغطي أي عيادة ولا كل الباقات تغطي نفس العيادات في قائمة دكتور؟ إذا ترجعون للجدول اللي ذكرناكم إياه من شوية، في لكل شركة تأمين في لينك يبين لك لستة العيادات المغطاة والخدمات المغطاة لكل شركة، وبالتالي من خلال موقع شركة التأمين، من خلال مركز الاتصال بشركة التأمين، من خلال كتيب الخدمات اللي بيعطونك إياه كذلك إذا حاب إنه بصورة يعني ورقية مش بصورة إلكترونية، كذلك المعلومات هاي متوفرة لكل شركة تأمين في موقعها الإلكتروني، وهي مطالبة من الهيئة أن البيانات هاي تكون واضحة في الموقع الإلكتروني. طيب ما شاء الله دكتور حيدر الله يقويكم ويحفظكم، السلام عليكم. هلا ما شاء الله، لان عندنا بعض المتابعين دكتور هم متولين حتى الرد على المتابعين ما شاء الله اوريدي، يعني هذا دليل على زيادة الوعي ما شاء الله. صحيح ممتاز صراحة. طيب الان دكتور يعني عندنا هاي الخمس دقائق زين دكتورة، خلينا نتعرف على اهم القوانين. عندنا مكالمة، يلا خلنا ناخذ المكالمة هذه دكتور بعدين من هذا. تفضل محمد. تفضل اخوي، السلام عليكم محمد. نعم هلا، تفضل اخوي. هلا هلا مرحبا. السلام عليكم دكتور. يا سلام. مرحبا اهلا وسهلا. بالله بستفسر شركة. نعم اوكي بدبي. نسمع سريع اخوي محمد، نسمعك استعجل في السؤال دخيلك. تمام. في شو اسمه موظفين تابعين لدبي موظفين تابعين للشارقة. نعم. بس لما أجي الحين أبغى شو اسمه أمن اللي هم تابعين دبي. نعم. يقولوا الراتب لازم فوق 4000 يعني. فوق ولا تحت؟ فوق ولا تحت؟ لا فوق 4000 يعني من 4000 ما فوق. في باقات للي فوق 4 وفي باقات للي تحت 4، دام من اقامتهم صادره من اماره دبي فجميع الشركات ملزمه ان تامنهم بالاسعار المعتمده من الهيئه. اما بالنسبه للموظفين اللي اقاماتهم من امارات اخرى، في بعض الشركات تامنهم وبعض الشركات ما تامنهم، فممكن تشيك مع اكثر من شركه تامين، لكن هناك اوريدي عدد من شركات التامين يوفر لاي حد راغب في الحصول على التامين الصحي الباقات هاي. ناخذ عمر دكتور. مرحبا اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اخوي عمر على السريع اطرح سؤالك. نعم انا عندي استفسار بخصوص تامين سعاده بخصوص الابناء المواطنات، فما اعرف هل مقبول للتامين للابناء المواطنات؟ طبعا في الوقت الحالي بالنسبة لإمارة دبي سواء حملت المراسيم أبناء المواطنات كذلك جزر القمر ما يطلب منهم وجود التأمين الصحي، وما راح يكون في طبعا ما في أي غرامات على أي شخص شو اسمه بالنسبة للتأمين الصحي من ناحية الفئات هاي. أما بالنسبة لبرنامج سعادة ففي الوقت الحالي بعد ما يغطي فئة أبناء المواطنات. شكرا لك. شكرا. طيب دكتور كيف نعرف ان هالباقه تغطي اي عياده ولا كل هذه المواقع الالكترونيه للشركات؟ نعم تذكر فيها قائمه شبكه مقدمي الخدمات او ما يسمى بالبروفايدر نتورك بالانجليزي. بماذا تفكر يا محمود؟ بماذا؟ والله افكر كم دقيقه. زين في سؤال عندنا حتى الان. السلام عليكم، انا حتى الان بطاقه التامين الفئه المساعده لم استلمها منذ شهر ديسمبر. نعم هم يحصل تفعيل على الهويه، لكن اذا حاب يستلم بطاقه ممكن تواصل مع مركز الاتصال للشركه ويطلب منهم ان يبعثون له بطاقه. نعم. طيب السلام عليكم، ممكن رقم التواصل مع الدكتور حيدر بارك الله فيكم؟ يعني ممكن تتواصل يعني من خلال الموقع الالكتروني بس يطلب ان احنا نتواصل معه وعلى طول راح نتواصل معه. السلام عليكم ورحمه الله. عيبني الموضوع، المشكله حاليا اسوق يا اخي. لا تسوق وتكتب. زين ياس يكتب ترى. اسمع بس زين. فويس نوت الله يخليك. دكتور حيدر منور الدنيا. الله نبغي موبايل ابلكيشن على الهاتف الذكي، ليش موقع الكتروني؟
حاضرين. بالنسبة لبرنامج سعادة عندنا موبايل أبليكيشن، نشجع الجميع أنه يستعمله، لأنه يعطيك متى طلبت الموافقة، متى حصلت على الموافقة، تقدر تدخل على الأبليكيشن وتقيم زيارتك. سعادة سعادة هي على جوجل بلاي أو على بالإنجليزي على جوجل بلاي أو على أبل ستور، مجرد سعادة SAADA، وممكن يقيم زيارة الطبيب كذلك، فمثلا أو يقيم كل التجربة اللي حصل عليها عند مقدم الخدمة الصحية. أستاذ دكتور حيدر اللي كان سائل عن أن أمن على أطفالي من شركة، يسأل يقول هل أؤمن على أطفالي من غير ما أكون أنا مؤمن؟ هي شركته ما أمنته هو، يعني هل موظف ما تأمن، بس هو حاب يأمن على عياله. نعم، هو ما في، هو شركته ملزمة أنها تأمنه، وهو بالتأكيد يجب أنه يأمن عياله بغض النظر عن توفير شركته. طبعا شركته ما أمنته فشركته بتكون مخالفة، صحيح. لكن هو يروم يشتري التأمين لعياله في جميع الحالات، ما في مانع، وإذا في أي مصاعب بس يتواصل معنا من خلال النظام. طيب دكتور، يعني قدامنا تقريبا دقيقتين، هاي الدقيقتين بخليها لك، ممكن في معلومات يجب على المستمعين أن يعوها جيدا؟ نعم بالتأكيد. طبعا اليوم مثل ما عرفنا قانون الضمان الصحي في إمارة دبي، اللي هو القانون رقم 11 لسنة 2013، اللي هو يلزم وجود التأمين الصحي في إمارة دبي. تم تطبيق القانون على المواطنين والمقيمين على عدة مراحل. بالنسبة للمواطنين كان نسبة كبيرة منهم مغطاة من خلال البرامج الحكومية المختلفة مثل العناية وغيره، ومن ثم تم إطلاق برنامج سعادة لتغطية المواطنين في إمارة دبي اللي لم يشملهم التأمين الصحي من خلال جهات عملهم. واليوم الحمد لله ما بين هاي البرامج تم تغطية المواطنين في الإمارة بشكل كامل. يمكن في بعض الأشخاص للحين ما أمنوا لأنهم ما تقدموا، لكن لأن التأمين في البرنامج يعني بشكل اختياري، نشجعهم على الحصول على الباقة. بالنسبة للمقيمين تم تقسيم المقيمين إلى ثلاث فئات بالنسبة حسب حجم الشركة. فالشركات الكبيرة اللي كان فيها أكثر من 1000 موظف بنهاية 2014 تم شمولها بالضمان الصحي، الشركات المتوسطة اللي 100 إلى 1000 في منتصف 2015، ومن ثم كان الموعد النهائي بالنسبة لباقي الفئات سواء شركات صغيرة أو المقيمين أو عمالة المنازل في منتصف 2016، ومن ثم تم تمديده إلى نهاية 2016، صحيح. ومن ثم بناء على طلب الجمهور تم تمديده لمرة أخيرة إلى 1/4/2017، اللي هو تم إلزام الحصول على الضمان الصحي بهذا التاريخ من خلال القرار رقم 6 لسنة 2016 الصادر من سمو رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي. وبالتالي اليوم في إمارة دبي يتوفر التأمين الصحي للجميع، مواطنين مقيمين. الأسعار الموجودة أسعار جدا منافسة، تقدم الباقة الأساسية اللي هي تغطي زيارة الطبيب، بالتحويل الأخصائي، التحويل للمستشفيات، الفحوصات، الأدوية، العمليات الجراحية، الحمل والولادة، والحالات الطارئة من خلال الباقة الأساسية اللي تتراوح أسعارها من 550 إلى 650. وكذلك في باقات إضافية للي حاب إنه يسوي أكثر من سنة، اللي حاب إنه يضيف مثلا الدخول إلى الأخصائي مباشرة، اللي تبع موجود من خلال الباقات المتوفرة في إمارة دبي من أكثر من 50 شركة تأمين مرخصة من قبل هيئة الصحة في دبي. طيب دكتور، هل النظام ينطبق على مواطني والمجلس التعاون؟ نعم أم لا؟ بالنسبة للمجلس التعاون لا يطلب منه أن يأمن نفسه، لكن إذا هو لكن إذا هو بالضبط، لأنه ما في إقالة، لكن إذا هو صاحب عمل، إذا هو عنده مكفولين طبعاً يأمن عليه بالتأكيد. عموما نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله غدا إن شاء الله، مو الجمعة، باكر الثلاثة. إنزين باكر الثلاثة، إيه أوكي، باكر ما نشوفهم بإذن الله. إن شاء الله نراكم إن شاء الله غدا. شاكرين لكم حسن الاستماع، أشكر زميلي محمود يوسف على وجوده اليوم معي في الاستوديو مثل كل يوم، نشكر المخرج في الفقرة في النصف الأول عيسى سبيل، في النصف الثاني برنامج ميثا بنبيات، شكرا دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.